من انفو لايف تي في مباشرة من القدس، معكم فراس حامد لهم العناوين. الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يستقبل رئيس دولة اسرائيل شيمون بيريس في فرنسا في الايام الاخيرة. والرئيس الفرنسي يقول بانه مسرور جدا برؤية الرئيس الاسرائيلي، وكذلك شيمون بيريس يتحدث عن التهديد الايراني ويقول بان ايران ليست فقط على تهديد على اسرائيل، وانما هناك خطر كبير ما بين العلاقة ما بين النووي وكذلك الارهاب الذي يجري في ايران. أما بما يتعلق في الاستيطان، فالمنظمة الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبي يهاجم إسرائيل بشأن الاستيطان بالأخص في حي بسجاد زئف، وبذلك يطالبون إسرائيل وبالأخص رئيس منظمة الأمم المتحدة بان كي مون يطلب من إسرائيل وقف الاستيطان بشكل حالي، لأنه من شأنه أن يؤثر على المفاوضات ما بين الطرف الإسرائيلي وأن يرمي في الزاوية قمة أنابوليس. أما بما يتعلق بما يجري ما بعد العملية الانتحارية في إسرائيل، فخلال زيارة لداليا إيتسك عضوة الكنيسة الإسرائيلية إلى المكان، طلبوا منها هدم خيمة العزاء، وهذا ما قالته بأنه يجب الهدم. وكذلك من مركز راف الراف ياكوف شابيرا يقول بأنه يجب هدم هذه خيمة العزاء، وإن لم تقم الحكومة بذلك فإن طلاب المركز الديني الإسرائيلي سوف يقوم بذلك بنفسه. على خلفية الهزات الأرضية المختلفة التي جرت في الفترة الأخيرة في جنوبي إسرائيل وأيضا في شمالها، تقول المؤسسات الإسرائيلية وتحذر بأن إسرائيل يجب أن تتأهب إلى هزة أرضية كبيرة المدى التي من شأنها أن تسبب الكثير من الضرر إذا تمت، وهذا لأن البنية التحتية في إسرائيل والبنايات غير محصنة من أجل هزات أرضية من هذه السلم. أما بما يتعلق في المياه في إسرائيل، فالمؤسسات الإسرائيلية تقول بأن هذه السنة كانت سنة غريبة جدا، حيث لم تكن أمطار غزيرة التي تجلب المياه، لذلك هناك فقر في المياه في إسرائيل في الأخص في بحيرة طبرية، وهذا من شأنه أن يهدد على الطبيعة في إسرائيل.